سيداتي يعني ساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخباركم ايه؟ معاكم محمد زاهر زي جوب شام فيش توك، حلقه جديده من يوميات سمكاوي الجزء السادس. والنهارده حلقه مهمه جدا بتتكلم عن الرعايه بصغار الاسماك الولوده اللي هي بتولد زي الجابز والموليز. الكلام ده احنا هنتعلم ازاي نراعيهم من هم صغيرين وناكلهم كم مره في اليوم، ايه التفاصيل المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها. كلام كتير قوي مهم وعلمي النهارده، يلا بينا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم شوية تفاصيل ومعلومات، واحنا النهاردة هنتكلم عن الجابز بشكل رئيسي لان هي البحيرة اللي انا مجهزة زي ما احنا اتفقنا هي معمولة للجابز فقط، ويمكن انا حطت شوية زبرة دانيو بس دي سمكة بتبيض، ده موضوع تاني خالص. فهنتكلم على البداية بتاعت الجابز او بتبقى حامل ويبقى شكلها وهي حامل عامل ازاي. تعالوا نخش الحضانة كده. دول سمكتين حامل وسمكة ميل او ذكر معاهم، هقول لكم انا حاطط الذكر ده ليه. زي ما انت شايف كده دي شكل السمكة الحامل، بص بطنها يعني شبه بيضاوية على كبير، وكل مكان الحجم ده منتفخ كل مكان الموضوع على وشك ان هو يولد. يعني دي مثلا قدامها لسه شوية، دي قربت بس عايزينها تحرك. ايوه دي قربت شويتين، يعني دي انا مديلها مثلا ان شاء الله فرنجي اسبوع، دي ممكن اسبوعين، وممكن على فكرة تبقى الحجم ده وتولد عادي جدا ولا ليها مقياس. لكن احنا بنقيس اوقات كتيرة جدا بحجم البطن، لكن ان في حاجة قاعدة ثابتة في الموضوع ده مفيش قاعدة ثابتة في الموضوع ده. يعني بتولد بقى ايه، بيقول لك لحد 150 سمكة، لكن المتوسط اللي انا بشوفه دايما ان هو مثلا بتتكلم من 7 ل50 طبقا لحجم السمكة وهي عدد البيض اللي شايلاه. في الفترة دي تأكلها كويس جدا بروتين حيواني او اكل خاص بالجابز، بس تأكلها 2 ل3 في اليوم لان هي لما بتولد بتبقى ضعيفة كمان، فتأمن حياتها بعد الولادة. طيب السمكة ولدت ومعانا سمك صغير، هنعمل ايه؟ هنجيب اكل مخصص للصغار زي مثلا ده براند مصري اسمه بيتس برو، كانوا كنت في معرض اسمه الفاروق بيتس سيتي وادوني الاكل ده اجربه. في ده مصري، في مستورد هيكاري بلانكتون، في كذا شركه عامله حاجات للصغار، لكن ده افضل اكل بتبدا بيه. طب انا ما عنديش الاكل ده خالص ومش قادر اشتريه، تجيب قشور علبه قشور مثلا تجيب اكل قشور عادي جدا وتبتدي ان انت تطحنه بايدك وتحطه للصغيرين فيبتدوا ياكلوا منه. لو انت عامل زي مثلا بركة في كذا سن مع بعض، يعني حاول ما يبقاش الفرق كبير، لان لو السمك الصغير ده كبر الى حد ما بياكل السمك الاصغر منه بكتير. وفي قاعدة في الاسماك دايما ان هم بياكلوا السمك الاصغر اللي هو اي سمك على قد بقه هياكله. طيب الصغيرين طلعوا اكلهم كم مره في اليوم؟ تاكلهم 3 من 3 ل4 مرات في اليوم، كل ما بطنهم تفضى حاول تاكلهم بحيث ان هم يبقوا كبار. في مرحله تانية بقى لو انت راجل محترف شويه بتبتدي تاكلهم كائن الدافنيه، وفي حلقه بتتكلم عن ازاي بتعمل مزرعه دافنيه، هحط لك اللينك بتاعها في اخر الحلقه بحيث ان انت تعرف. الدافنيه بقى مهمه جدا، ممكن تأكلهم 2 مرات مثلا دفنية في اليوم و2 مرات دراي فود او اكل مجفف، هتلاقي معدل النمو عالي جدا. مع الصغيرين بقى في الحوض اللي انت بتربيهم فيه بيحتاجوا فلترة كويسة بيولوجية، بس مش طيارات عالية، يعني فلتر سفنج زي ده يفي بالغرض تماما. طيب درجة الحرارة بتتكلم 28، تغيير المية مهم جدا 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 بطريقة انت مش متخيلها. تغيير المية لو انت تقدر تغير كل 3 ايام 50% هتلاقي معدل النمو قفزة رهيبة، لان الملوثات اللي في المية بص اخطر فترة في حياة السمكة عموما هي الفترة الاولى خالص في البدايات. لو انت اسست السمكة صح واكلتها كويس دفنية واكل فيه نسب بروتين حيواني ونباتي الاثنين كويسة، هتلاقي السمكة طالعة قوية جدا قدام بقى ما شاء الله. حتى لو هتبيع او هتخلي
او هتطلع منهم تاني. لا ما شاء الله، الله اكبر، سمكه بتبقى متاسسه وقويه، سمكه شد حيلها، بتاخد منها بعد كده انتاج ممتاز جدا ويبقى شكلها جميل، وبتبقى سند حيلها وشايله ديل. يعني مثلا بص الله اكبر الطفره دي، الذكر ديله كبير، لكن تحس ان هو لا يعني بيعوم ما شاء الله، قادر يشيل ديله يعني عصبه كويس. فدي احد علامات ان السمك صحته بتبقى كويسه. طيب اكلناه، غيرنا الميه، ايه النصايح تاني؟ حط زرع، خلي البيئه بتاعته كويسه، كل ما كان الحوض اكبر كل ما كانت النتائج احسن، ومساحه الحوض والعوم احسن. يعني بص ما شاء الله الله اكبر، كونتينر بلاستيك زي ده مثلا هيبقى ممتاز جدا للبدايه، وتقدر ان انت تاكله. طيب نفصل او نفسر الاكل بتاع صغار الجابيز شويه. وزي ما اتفقنا ان في جوبي وفي جابي، الجوبي دي فصيله تانية خالص، يعني دي فصيله تانية خالص، وفي منها سمك في البحر الجوبي زي اليل ووتش مان جوبي او الحاجات دي، وفي سمك كمان فريش ووتر منها او نهري منها، لكن مش الجابي دي، جابيز ده النطق الصح اسمهم جابيز. الجابيز تفصيل او تفسير او تفصيل الاكل بتاعهم ان هو سمكه بتاكل 50% بروتين حيواني او 60% بروتين حيواني و40% بروتين نباتي، متمثل في الطحالب والحاجات دي. طب نعمل ايه وانت بتاكل صغيرين؟ هتاكل دفنيا مثلا، او هتاكل يعني خلاص انت عارف فهمت يعني ايه دفنيا، او هتاكل اكل زي ده مثلا. لو احنا اتكلمنا، لو احنا بصينا على مكونات الاكل، تتكلم في شميل، ده سمك مجفف و قمح وكريل وفول صويا وحاجات بقى، وصفار بيض مجفف وسي ويد نيل اللي هي الطحالب البحريه والكلام ده كله زي السبرولينا، وفيتامينات متعدده. فلا الافضل على فكره دي ب 45 جنيه، يعني وهقول لكم ريفيو عنها في وسط الحلقه بعد ما اخلص كلام عن الصغيرين شويه. الافضل طبعا تجيب حاجه زي كده مع الدفنيا، هتاخد بقى نتائج. خد عندك اللهم صل على النبي، الله اكبر، يعني سمكه شد حيلها وقويه وهتنبسط منها جدا. فزي ما احنا اتفقنا الخلطه دي بتبقى 60% بروتين حيواني. طب انا عايز اعمل اكل زي ده، مش في المرحله دي، يعني في ناس بتعمل خلطه في البيت، بتجيب بقى جمبري وصبيط وبتاع وتفرمه في الكبة وتحط عليه سبرولينا وسبانخ مسلوقة ومش عارف ايه وتنعمه خالص. بس القصة دي او الموضوع ده مشكلته الرئيسية ان هو يعني عايز اقول لكم ان هو بيعمل ايه، بيبهدل المية جامد. انا بس ملاحظ حاجة وانا معرفش جابتها منين، في سمكة ماسكة دودة وبتحاول تاكلها وتطلع بتجري، يعني انا ما عنديش دودة يا جماعة، فماشي ما تلاقيها جاي في الزرع ولا حاجه. المهم فالفصل ده في ناس تعمل الخلطه دي بس مش في السن ده، ويفضل مش الاسماك دي، موضوع ابسط من كده بكتير، خصوصا ان هي النهارده هتبقى مكلفه. فزي ما احنا اتفقنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا نعمل اكل متوازن، ما ننساش البروتين النباتي، وخصوصا ان احنا نجيب اكل مجفف فيه بروتين حيواني ونباتي عشان نريح دماغنا. الدفنيا وفي الارتيميا اللي هي فأس البراين شريمب ده، برضو بتجيب البيض وتفقسه وتبتدي تشتغل عليه، واحنا عملنا الكلام ده في القناة كذا مرة، فتقدر برضو ترجع للحلقات تشوف الارتيميا بتتفقس ازاي، ده بيعمل نتائج ممتازه جدا وكويسه جدا. في بقى تفصيله مهمه جدا، المولز او سمكه المولي بتاكل بروتين نباتي اكتر، ربنا حتى مصمم بقها سبحان الله ان هي بتاكل طحالب، فلا هنا هتدي 60% بروتين حيواني 40% بروتين نباتي. التفاصيل دي بتفرق في ايه؟ لو انت اديت سمكه بتاكل بروتين حيواني بروتين نباتي بس، السمكه دي هتموت، يعني مع الوقت هتلاقيها بتاكل وكل حاجه بس بتضعف وتموت، يا اما هتبقى ضعيفه جدا. لو انت اديت سمكه بتاكل بروتين نباتي بروتين حيواني كتير جدا، هتموت معاك مع الوقت، مش هتقدر تهضم ده كله، مش هتستفيد بالكلام ده كله، فللاسف ان هي بتموت. فلازم تدي السمكه العناصر الغذائيه اللي هي بتحتاجها بالظبط عشان تاخد احسن نتائج منها. قبل ما نقفل
ما هي نتاج التجربه بتاعه الاكل ده؟ الاكل ده فيه كذا ميزه ممتازين جدا، ان طحنته جميله، يعني مطحون على اساس ان هو يبقى صغير جدا على قد بق السمك الصغير فعلا. ذوبانه في الميه كويس، يعني لما بينزل في الميه بينزل بشكل السمك بيشمه بسرعه ويبتدي ياكله. ان انا قريت ان هو فيه كمان سبرولينا، كان جارليك، فيه توم. التوم بيشد السمك جدا، وفي بعض الدراسات بتقول ان التوم كمان بيظبط المناعه زي ما انتم شايفين. بيفكرني بالهيكاري بلانكتون، لكن فرق بينه وبين الهيكاري بلانكتون ان ده انا من ريحته كده انا حاسس ان في عناصر مركزه قوي، وخصوصا الناس اللي عاملاه دي يعني كانت اكتر ناس مشهوره بالجمبري البرغوت اللي بيقولوا عليه. تعالوا نبص بقى وما بياكلوا. تلاقي السمك تلم تحت، تك 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 تدعو خلصوا على بيخشوا خلصوا عليه على طول. هو مشي راح عند الفلتر، بتلاقي بقى بيبتدي يدوب تحت اهو، ما شاء الله ابتدوا ياكلوا. فكمان السمكة ما بترفضوش، يعني السمكة لما بتاكلوا ما بترفضوش. طيب دي مميزاته، هل النتائج بتاعته سريعة؟ لسه ما جربتش ان انا واخده بقالي ايام، فمع الوقت هنشوف الموضوع ده. بس ما شاء الله السمك شادد حلو، يعني انا مش شايف ان السمك ضعف او حاجة او حاسس ان هو فيه مشكلة يعني، فهنحكم عليه. عيبه الوحيد ان الكيس ده صغير قوي، فلو يقدروا يعملوا حاجة اكبر شوية. او ده ب 45 جنيه 25 جرام باين حاجة كده، او مش فاكر كام جرام والله، عشان ما بقاش قلت حاجه غلط. انا مش فاكر ده كام جرام، انا مش حاسس ان هم وفي امينو بروتين وبتاع. فانا ده مبدئيا اوكي، ده جميل ممتاز ما شاء الله حلو. الفرق بينه برضو بين الهيكاري بلانكتون، الهيكاري بلانكتون ده الى حد ما شويه عايز فلتر قوي شويه، لان العناصر الغذائيه اللي فيه عاليه، في لحد ما يعني هيفي او تقيل شويه على الميه، عايز نسبة تغيير مياه عالية. مع ان انا استخدمته والله كذا مرة مفيش حاجة، ما عكرش المياه خالص، بس ايه اول ما بحطه فيه ريحة شوية وبعد كده بتروح. الهيكاري بلانكتون لو انت دلقت الكيس كله في الحوض يعني ما بحسش قوي بالموضوع ده، فاكيد يعني هيبقى فيه فرق، لكن هو ممتاز يعني. والعناصر اللي فيه دي المكتوبة فيه طبعا ان شاء الله تبقى موجودة يعني، لا يعني وبالذات في صفار البيض والبتاع ده بروتين. بصوا ما شاء الله، الله اكبر، السمك شادد حلو، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك يا رب. فده تقييمي ليه، ده سريعا ده اوكي، ده جميل ما شاء الله. اتمنى اكون فدتكم بعض المعلومات المهمه النهارده، وعرفنا تقييم الاكل ده، وكمان هنشوف هناخد منه نتائج احسن ولا لا بالنسبه لسعره وبالنسبه للعناصر اللي فيه ممتاز. واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. لو انت عاجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب او اشترك للقناه، لو انت عاجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، وتقدر تعمل مشاركه لاصحابك المهتمين بالهوايه، ويا ريت ما تنساش تفعل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.